كريم. نروح للتشكيل المفضل ليا، يعني انا شايفه مناسب للمباراه. ربما كنا بنتكلم واتسون داونز، كنا محتاجين نلعب بثلاث لاعبين يعني يمتلكوا امور دفاعيه اكثر من هجوميه، لكن انا اشوف المباراه القادمه احنا محتاجين نرجع لطريقه 4 2 3 1 ونلعب بلاي ميكر. واعتقد لو استعرضنا التشكيل الثاني اللي من وجهه نظري حطيته، انا بشوف طبعا متفق جدا 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 مع ثابت في عمليه استمرار محمد الشناوي، وانا مش من نوعيه خصوصا الحارس لما يغلط ان انت تبعده، دي 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 واحده من النقط انا بشوفها السلبيه في اداره اللاعبين. خط الدفاع يستمر بثنائيه ياسر ابراهيم حق عبد المنعم، علي معلول وخالد فتاح يخش مكان محمد هاني في مركز الباك اليمين، الي ديانج ومروان عطيه وهم ثنائي خط الوسط، واحمد القندوسي ياخد تعليمات ان هو بلاي ميكر، بلاي ميكر صريح واضح ملوش دعوه خالص بنص الملعب. برضه خلينا كده بصراحه كابتن اسلام، اكيد نادي القطن طبعا بنحترمه كل شيء، لكن مستوى اللعب والفنيات ومستوى الافراد مختلفين تماما عن طبعًا طبعًا فريق صن داونز. وفي الثلاثي الهجومي متفق جدا مع فاروق ان انا اشوف ان حسين الشحات بعد الحمد لله شفائه وعودته من الاصابه يبقى اساسي في مركز الباك الجناح الهجومي الايمن اللي هو كان مقدم فيه بشكل كويس جدا قبل الاصابه. ما زلت مؤمن ان كهربا هو افضل راس حربه للنادي الاهلي في الوقت الحالي، هو لازم يبدا، ما ينفعش يبدا في الدكه، لا لازم يبدا ويستمر بيرسي تاو. عارف انا رايي ايه؟ نعم، بيرسي تاو يلعب هو وحسين الشحات، سوري يعني حسين الشحات ناحيه اليمين واحمد عبد القادر ناحيه الشمال، وبيرسي تاو راس حربه. فولس مهاجم وهمي يعني؟ مهاجم وهمي، والعب الاثنين اللي في وسط الملعب، ما العبش باليو ديانج برضه، العب ب مروان وممكن حمدي فتحي مثلا، او مروان وحمدي فتحي، وقدامهم يبقى قفش. اوكي، فيا اخي هو عنده حلول كتير يعني، هو عنده حلول ميزه كتير النادي الاهلي ان هو عنده الكثير والكثير من الحلول. بس نقطه اخيره بس اللي انا عايز اقولها، في انا محترم تماما فكره مارسيل كولر عن الروتيشن، ولكن برضو يجب تثبيت بقى نظر لشيء في موضوع الروتيشن. موضوع الروتيشن ايوه، انت بتريح لاعبين وبتدور اللعيبه بشكل انك تدي راحه لبعض اللاعبين، ولكن في وجهه نظري لازم تاخد بالك ربما في بعض الاحيان موضوع الروتيشن يناقض سياسه العدل داخل الفريق، من حيث اللي بيتالق بيحتاج ان هو يلعب، واللي لحد ما قدمش اللي مطلوب منه محتاج ان هو يريح. دي النقطه على مر العصور، على مر العصور مبدا من مبادئ الرياضه بشكل عام، ودي نقطة. والعدل في إعطاء مساحة اللعب للاعبين جزء من نجاح الفريق. أيوة أنا بحترم الروتيشن، ولكن بما لا يخل مع مبدأ العدل وتكافؤ الفرص بناء على المجهود. يعني اللي يتعب هو اللي ياخد، لأن ربما في وجهة نظري مثلا كهربا منذ عودته هو أفضل من لعب في مركز المهاجم الصريح.